السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم متابعي قناة ميمو بانس في مقطع آخر. هذا المقطع إن شاء الله سنتطرق إلى تشكيل الأمثل لإنهاء إيفنت الخاص بالنقاب ذاك، ولكن قبل البداية في المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولننطلق على بركة الله. إذن وبدون أي مقدمات، وكما تعلمون أنا أريد الاختصار في الكلام ولا أريد أن أخذ من وقتك عزيزي المشاهد. أفضل تشكيلة باختصار هي تشكيلة البارسا، نعم، وإن لم تكن تريد اللعب بنادي الإقليم الكتالوني، إن لم تكن مشجع لهذا النادي، فهناك أيضا نادي سيلتك لديه تشكيلة خرافية بالمرة أيضا، وهناك البافاري بدون أدنى شك. هذا كان كل شيء يخص مقطع اليوم. وما عجبكم فلا تنسوا الضغط على زر اللايك، الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، مشاركة هذا المقطع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودمتم برعاية الله وحفظه لمقطع آخر إن شاء الله.